سعداء اليوم في هذا اليوم الختامي للنسخة الرابعة من الدوري ديال ابن بطوطة اللي طبعا عرفت يعني الايام الماضية الاربعة ايام الماضية اجراء تقريبا واحد 118 مباراة اللي كانت من مباريات استمتع بها طبعا الجمهور الحاضر واستمتعنا بها لما يسخر به الوليدات ديالنا ومن امكانيات ومن قدرات. طبعا سعيد مرتين هذا في هذه النسخه كون انه الفرق ديالنا اللي كتمثل الكره المغربيه كانت حاضره بقوه في الوقت اللي كانت النسخه السابقه يعني من نصيب الفرق الاجنبيه. هاد السنه هذه الحمد لله لا على مستوى دابا الفئه ديال اقل من 13 سنه اللي وصل النهائي الفريق ديال السونتر فيدرال ديال السعيديه اللي حرز على اللقب مواجهه ديال الفريق عاتي قوي جدا اللي هو فريق ديال ساكسيل. واليوم والان حنا كنتبعوا المباراه النهائيه الثانيه اللي احد الاطراف ديالها هو فريق مغربي اللي هو نهضه بركان اللي الان لحد الساعه هو متقدم في النتيجه بجوج لصفر امام فريق كذلك عتيد وقوي اللي هو فريق ديال الميريا. وبالتالي حنا سعداء الحمد لله بانه حققنا الاهداف ديالنا من هذه النسخه كون انه الابناء ديالنا ديال الفرق المغربيه انها تهي بصمت على يعني على اداء متميز في هذا في هذا في هذه النسخه هذه. وطبعا هذه الدوره هذه الهدف ديالها حنايا طبعا كجمعيه مغربيه اللي سميت كره القدم الدي اف ماروك هذا هو الهدف هو انه نرقاو بالمستوى التقني والفني ديال الوليدات ديالنا باش يصبحوا يعني عندهم نفس يعني الحظوظ اللي كاين توفر في المدارس اخرى. وهذه مناسبه طبعا باش نشكر كل يعني على هذا اولا نشكر الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله على هذه المدينه اللي كتوفرنا هذه البنيه التحتيه اللي الحمد لله حتى الفرق الاجنبيه يعني انبهروا بهذا المرافق اللي متوفره في المدينه ديالنا خصوصا انهم لعبوا في ملاعب اللي ذات العشب الطبيعي وهذا غير متاح حتى في الدول الاجنبيه. وهذه بادره كنحيوا فيها الجهات الوصيه على راسها ولايه طنجه اللي وفرت لنا هذه الامكانيه بالاضافه الى المؤسسات المنتخبه وعلى راسها جماعه طنجه.